هنا في هذا الشاطئ صوت صافرة حراس الشواطئ يكاد لا يتوقف طيلة النهار، إرشادات تعليمات وشباب واقفون يراقبون ويحرسون، لكن تيارات البحر تجذب كل مغامر يريد أن يضع نفسه في تحدي مع الأمواج الثائرة. حراس الشواطئ يعني حماية المصطافين وإنقاذهم من الغرق. لازم اللي داك تكون صعبة من داك تكون سهلة على حسب الحال، على حسب الحالة تاع البحر. و منذ الصباح نراقبوا، نبداو من 8 ل 8، نبداو صباح 8 نشوفوا الحالة تاع البحر، نطبقوا نطلعوا الراية المطابقة للحالة تاع البحر. وعندنا لي ميتناجور، عندك شاك بوست عندنا دو ميتناجور يهبطوا اللي معاهم لي ماتيريال تاعهم يحطوهم ويفيريفيو اسكو راهم صالحين لبن وراهم تحت في المصطفى. بعض المصطفين يحترموا، بعض المصطفين ما يحترموناش. كي تكون الرايه الحمراء، سيرتو كي تكون الرايه الحمراء. أسامة أحد الشباب الذين نجوا من الموت غرقاً بعدما سبح بعيداً عن الشاطئ ليجد نفسه أمام موت محقق لولا إنقاذه من طرف حراس الشواطئ. طرواجور كان البحر روش مول هنا في ليروشي، حماية صفرولي صفرولي مخرج رايوم طول يخرج يخرج، ما حبيتش ما حبيتش، أجل غلطة أنا حبيت نعوم، قلت أنا ما نغرقش صح. يعطيك الصحة. واكدك وغرقت. كيفاش حسيت هذاك الليل؟ حسيت روحي الكورة تبدني من تحت، حتى جابوا حماية، جابوا لي لابوي. قدرت شربت 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 حتى هبط، بعد جبدوا لي حماية، ما فاقش كي جبدوني ما فاقش، حتى لقيت روحي دوني لي بومبي حتى فطن. كيفاش حسيت من بعد؟ ندمت؟ ندمت انا هكذاك ملي بدا مازال ما مازال ما خلاص. كي جاتني هكذا يا خير، كي جاتني خير، كي سيتها هكذا خير باش نشوفها باش الخطره الجايه ما تعاودش، باش ما تش نعاودها قايد. أوقات من الاستمتاع والسعادة قد تتحول في لحظة إلى حزن وأسى حينما يغيب عن أحدهم الوعي والحذر وهو يسبح في أحضان البحر، والأكثر من هذا حينما يدفعه عناده إلى خوض مغامرة خطيرة في البحر عندما تكون الراية حمراء أو عندما تأخذ أقدامه إلى شواطئ ممنوعة وغير محروسة. لا 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 الحمايه سي نورمال، وكيل بكون بحال ماشي مليح فهمت. نورمالمون انايا ليا بيرسونيلمون نورمالمون نروحو غير في الشط مع الدراري لي زونفون تو سا، واحد اللي يحب يبعث سمي حوس على البلا، هذا بور مو سي سا. ها هو كاين بزاف لي عموما اللي كاين ضرب كلشي يقول لك انا نروح. هذاك واش حاب نقول لك اختي، هذاك حاب يجيبها لعمرو كي يكون ماشي مليح البحر. هو عندي دراري هنايا انا منهم ونخرج من الشط بركات ما نزيدش، يا ربي كي لحق لي لهنا ما نزيدش، ما تهمش البحر هذا راك هنايا حتى تروح تلقى روحك ها قداك البحر فهمت. كاين درابوروج تدخل تاعو؟ ندخل نعم. علاش؟
بلاصه سيكيريزي مليحه بصح درابوروج معناتها البحر ماهوش مليح وكابابيل تغرق. اي مايض دوك لي دوك ما نقولوش ندخل نعوم من بعد ولا كشافسا ولا دوك كاين الحمايه قدامي الحمد لله نعوم سما وين كاين بلاصه مليحه ماشي غامقه تكون كورون ما كانش ما يقري درابو روج دوك اللي ماشي محروسه وين في زعما باريو في لي غروت الحجر اللي روشي يقول لك البحر ثم نقي ومنا مي راهم غالطين هكذاك بليزير فاي غرقوا صوالح كاين ديكا هكذا بين الناس سورتو العائلات اللي يجيبوا ولادهم وكذا لازم ما يخلوهمش يعوموا كي يكون درابو احمر عجل السباحه ممنوعه وحنا ما اصحاب الحمايه ما يقدروش يعسوا كاع الغاشي هذوك. نحن هنا في وحدة الحماية المدنية لولاية بومرداس، الولاية الساحلية التي تستقطب عدداً معتبراً من السياح المصطافين، لذا العمل في فصل الصيف يكون مضاعفاً ويستلزم السرعة والانضباط والتفاني. منذ صباح الباكر الكل جاهز تأدية مهامه وكل الوسائل محضرة لأي طارئ كان. جرس الإنذار يشير إلى بلاغ عن حالة غرق. بسرعة كبيرة يتوجه المكلفين بهذه المهمة من أعوان الحماية المدنية إلى الشاطئ المقصود استكمالاً لعمل حراس الشواطئ الذين يقدمون الإسعافات الأولية للضحية قبل نقله إلى المستشفى. فريد شاب يعمل حارس شواطئ منذ 10 سنوات بشاطئ الكرمة بولاية بومرداس. يحاول طيلة فترة عمله إرشاد المصطافين وحراستهم، يراقبهم بكل حذر لسلامتهم ولتفادي أي حالة غرق قد تودي بحياة أحدهم. عندي حوالي 10 سنوات من 2006 إلى يومنا هذا، ونخدم أنا في حراس الشواطئ وقايمين بها بفضل تعليم تاع المصالح المعنيه للحمايه المدنيه بفضل التعليمات تاعهم. حنا نطبقوا واش كاين، نصحوا المواطنين ما نخليهمش يبعدوا، ما نخليهمش يعوموا في مناطق صخريه، نحذروهم تكون البحر رايح حمراء ما نخليهمش يبعدوا خاف يغرقونا. حنا ننصحوهم المواطنين هذو اللي يجوا يعوموا يجي هنا لشاطئ الكرمه للسباحه ان يسبحوا في الشواطئ محروسه ويكونوا قراب لينا، باش الا كان كاش خطر حنا يبلغونا وحنا نقوموا بالمهام تاعنا. حنا رانا هنا لحمايه المصطافين ورانا سهرين عليهم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. جستومو حنا الراية نرفعوها للبحر لازم تكون مطابقة لحالة البحر. إذا كان البحر مليح نديروا الراية خضراء، وإذا كان البحر مهول بزاف نديروا الراية حمراء. وللأسف الكبير المواطن في بعض الأحيان لا يحترم إرشاد الحماية المدنية. حنا نعملوهم جستومو درابوروج يدخلوا عموم يحترموناش كاع. نصفروا لهم ونهضروا معاهم ونفهموهم للبحر دونجي وما تبعدوش وكاع. للأسف ما ياخذوناش الراي. انا النصيحه التي عبر قناه البلاد، المواطن الكريم اللي راه يشوف فينا عبر قناه البلاد ما يخطرش وما يغامرش بنفسه في البحر، خاصه اذا كانت الرايه حمراء. لازم يحترمونا وحنا ماشي مشكل، حنا رانا هنا في خدمتهم. حالات الغرق التي تحصيها الحماية المدنية كل عام تعود لنفس الأسباب، أهمها السباحة عند وجود الراية الحمراء وفي الشواطئ غير المحروسة، وكذا السباحة خارج أوقات عمل أعوان الحماية المدنية من حراس الشواطئ. نقول شاطئ محروس يعني تواجد أعوان الحماية المدنية، تواجد مركز الحماية المدنية.
هذا ما يسمى بالشاطئ المحروس، بينما الشواطئ الممنوعة منعت لتلوث البحر لوجود الصخور داخل البحر وانعدام أيضا المسالك للشواطئ. المشاكل التي أصبح يعانيها عون الحماية المدنية أو غطاس الحماية المدنية ألا وهي عدم احترام الرايات، وين تلاقينا عدة مشاكل. يقول لك أنا مشيت عدة كيلومترات عدة أميال باه نجي نقضي يوم مريح وانت تمنعني من السباحة. هذا هو الشيء اللي للأسف الشديد تم إحصاء هذا العدد المؤلم إن صح التعبير. إضافة إلى هذا أنه الحماية المدنية هذه السنة سخرت أزيد من 15,000 عون حماية المدنية غطاس وموسميين، أزيد من 150 زورق مطاطي لأجل حماية المصطفى الجزائري. يعني بالنسبة للتوعية والتحسيس، الحماية المدنية تعمل دوما على انطلاق قوافل التوعية وأبواب مفتوحة للغرض الأسمى من هذه، أيضا الاتصال بالمخيمات الصيفية لأجل غرس لديهم ثقافة الأمن من مخاطر الشواطئ. الأبواب الحماية المدنية دوما مفتوحة، وقلناها عدة مرات أننا وجدنا لأجل أمن وأمان المواطن الجزائري بصفة عامة. وكل سنة نقولها، نتمنى أن السنة هذه تكون أقل عدد، ونتمنى مازال يعني موسم الاصطياف ما انتهاش، نتمنى أنه يكون أقل عدد. ونوجه نداء لكل الأهالي لكل الأولياء، يعني احنا نتمنى اليوم الأولياء أنه إذا كان جاء في الصباح وهو البسمة على وجهه أنه يقضي يوم أو يومين على الشواطئ الخلابة في الجزائر، أنه يعود في المساء بنفس الفرحة بنفس الابتسامة. هذا هو الشيء المطلوب من الأهالي. طلبوا ثانيك أنه من الأهالي أنه يمنعوا أبنائهم بالتوجه إلى الشواطئ الممنوع بها السباحة. كفانا مأساة، علينا أن نتضافر يعني يد في اليد به نقضيه على الأمور هذه السلبية. موسم صيف تكثر حوادث الغرق، أشخاص يكتب لهم عمر جديد ويتم إنقاذهم، وأشخاص آخرين ترفضهم أمواج البحر وهم جثة هامدة بعد أيام من فقدانهم. قصص حزينة ومؤثرة، خاصة وأن الضحايا شباب لا زالت حياتهم في بدايتها. إسماعيل شاب فقد صديقه في حادث غرق في الصائفة الماضية، لا يزال يعيش تحت الصدمة خاصة بعدما عثر عليه بنفسه. رحنا باش نخدموا سردين، هذا السيد كان ديسبارا عنده دوجون ملي ديسبارا، وبحنا نخدموا في السردين، رحنا نخدموا يا سردين شعلنا الجروب هكذا تصبنا فوق الماء مسكين ديسباري راكي شايفه. ومن بعد ريحنا مع شعلنا الضو ريحنا بالكانوط باش ما يهرب الناس راكي شايفه. ومن بعد يطلع لي بومبي، لي بومبي جاو لا مارين كذا داواه وكاش كاين ما على بالناش بيسك هو غرق في جناد، وحنا صبنا في زموري من الجناد شوفي ضرب يومين كانوا هما يحوسوا لي لي بومبي ولي بلونجور ما صابوش. طبنا حنايا هكذا اطار خدمه صبنا تحس واش بيك انا لحمي شوك شغل واش بيك يشتو بحريه كامل يعيطوا فوق الفلوقه ليسونس يا ربي يرحمه. وهذه الدنيا قعد لي ولا غريب بقى فيك شغل سمط لي البحر هكذا سمط لي دوك راه صامط لي والله ما نعومش الله ما نعوم يا اختي العزيزه واش ديري هذه الدنيا والله يرحمه ويسع عليه. في حالات الغرق والاختفاء في البحر يتجند غطاسون محترفون بالوحدة البحرية للحماية المدنية من أجل القيام بمهمة البحث عن المفقودين فور وصول البلاغ. يتجه الغطاسون إلى المكان المحدد من أجل بدء عملية البحث إلى حين العثور على جثة الضحية. رافقنا فرقة الغطس للوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية بورداس في إحدى المهمات لمعرفة خبايا هذا البحث. Thank you.
المهمة الأولى هي عندما نتلقاو النداء من مركز التنسيق العملي للحماية المدنية لولاية بومردس، يكون أول تدخل متكون من 5 غطاسين وان بيلوت على متن سيميريجي 225. إذا كان على مستوى البحر تدخل الفرقة مباشرة للمكان والمكان المعلوم اللي عطاو لهم العنوان تاعو، ولا كان في سد أو واد ولا بئر يدخلوا مباشرة للمكان المعلوم. الفرقة هذه التدخل تاعها دائما يكون في فصل الصيف اللي تكون تكثر الخدمة تاع الفرق هذه. ما يبخلكمش بلي ولاية بومرداس هي ولاية ساحلية بقدر ما هي ولاية فلاحية. عندنا الشريط الساحلي راه طويل بزاف من الدلس حتى البدو البحري، رغم يعني حملات التحسيس اللي تقوم بها مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس طول السنة في المدارس ويعني في كل تجمعات تاعنا في اليوم العالمي للحمايه المدنيه في الافتتاح موسم الصيف، الا ان مغامرات بعض الشباب اللي ما حتى يشوفوا الرايه حمراء يدخلوا ويعوموا ويؤدوا بانفسهم الى المخاطر، وحنا نبقاو في النصائح نقدموا لهم النصائح باش نتجنبوا هذه الحوادث هذه. رساله للمصطفين كامل اللي يقصدوا الشواطئ الجزائريه، واش تقول لهم؟ احنا واش نقولوا للمصطفين؟ نقولوا لهم باش يجوزوا راحه ويجوزوا موسم الصيف لاباس به، لازم يحترموا الرايات اللي موجوده على مستوى مراكز الحمايه المدنيه ويمتثلوا النصائح والتعليمات تاع اعوان الحمايه المدنيه الموجودين على طول الشريط الساحلي، وهذا حفاظا على ارواحهم. المحترفون تكون لهم مهمة من طابع خاص غير التي يقوم بها حراس الشواطئ، وهي مهمة العثور على جثث المفقودين في البحر. تلقوا المعلومات من مركز التنسيق الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس، ويكون تدخل على مستوى البحر، يكون الانطلاق من الوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية بومرداس على مستوى ميناء زموري البحري، ويكون الانقاذ على مستوى البحر في السيمي ريجيد زورق نصف صلب. نتنقلوا للمكان الحديث، المكان اللي حددوه لنا مركز التنسيق العملي، وكن نلحقوا للمكان المعين يتم البحث عن الضحيه المفقوده باستعمال كامل العتاد المخصص للغطس. تقدر تحدد لنا المده زعما تاع البحث شحال، ولا كل ضحيه كيف؟ المده على حسب الحاله الجويه تاع البحر. دي فوا يكون البحر كما يقولوا يكون البحر كالم، ما نطولوش معاهم بزاف، ان كاردور حتى لساعه زوج سوايع نلقاو الضحيه. دي فوا نهار، دي فوا يومين، دي فوا ثلاث ايام، حتى احنا نبقاو نخدموا حتى نلقاو الضحيه. كيفاش يكون احساسكم كي تخرجوا يعني الجثه؟ ما نكذبش عليك، حنا الاحساس تاعنا يكون عكس الاحساس تاع العائله تاع الضحيه، لاخاطش هما راهم الاحساس تاعهم يكون شويه حابط، لاخاطش راه هذا وليدهم غرق وماتوا من النار، كي تعرفي الحاله تاعهم كيفاش تكون. وحنا الكونترير، حنايا تكون عندنا شويه هذيك، ما نقدرش نقول لك فرحه، بصح شغل ماذا بينا نلقاوه باش حنا نريحوا، وموالين طفل موالين ضحيه كيف يريحوا. Thank you.
الشواطئ غير المحروسة من بين أكثر الأماكن خطراً على المصطافين وأكثر مسرح تقع فيه حوادث الغرق. وبالرغم من التعليمات والتحذيرات التي توجهها مصالح الحماية المدنية للمصطافين بالامتناع عن الارتياد لتلك الشواطئ، غير أن الكثير من المواطنين يحبذون السباحة فيها، وليس لحراس الشواطئ من خيار سوى تلبية نداء الاستغاثة والإسراع في إنقاذ الغريق في تلك الشواطئ الممنوعة. هذا شاطئ غير محروس، رانا ندخلوا فيه يوميا اكثر من 10 تدخلات في اليوم، وتدخلات يعني تكون مميته. وشي صار يغرقوا يعني بعض الاحيان تهور كاين اطفال صغار يجوا وحدهم للبحر، وبزاف التهور يقوموا في ليروشي، وكاين اللي ما يعرفوش يعني البلاصه، وكاين وجوههم ما يسمعوش تعليمات. كاين بزاف عيبات، كاين ندخلوا نهضروا معاهم ولا نحوسوا نقول لهم خرجوا لين بلاج دونجي، يقول لك انا نعوم وانا نعوم ونتحمل مسؤوليتها. الخطر تاع يعني تاع الاكل، يعني الانسان كي يقدر يدخل لاخر يعني يزيد له البوان في كل شيء، وكي يدخل الداخل كاين اللي يشرب شويه ماء، يبعد يشرب شويه ماء، ومن بعد ما يقدرش يحكم روحه الداخل. التوعية والتحسيس هما الحلان اللذان تعتمدهما مصالح الحماية المدنية من خلال تقديم النصائح والإرشادات لتقليص عدد حالات الغرق ونشر ثقافة الحذر بين المصطافين خاصة الأطفال. وفي هذا المخيم الصيفي قامت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس بحملة تحسيسية لفائدة الأطفال من أجل الحفاظ على سلامتهم في الشواطئ. جاودنا أعوان الحماية المدنية، أعطونا مطويات لسلامة كل الأطفال باش كي يقراو يستفدوا منها ويعرفوا النصائح. سباحة مسموحة، سباحة خطيرة، سباحة غير مسموحة، ممنوعة. متى كي تشوف راية الحمراء ما تعومش؟ ما نعومش. ما يعجبك البحر ما تعومش؟ لا ما نعومش. الأطفال يتزموا بقواعد السلامة هذه باش تعوموا بسلامة وتكونوا ملاح. تحسيسية توعوية وضعتها مصالح الحماية المدنية، وكاين انطلاق قافلة الوقاية والتحسيس منذ افتتاح موسم الاصطياف من 1 جوان، وتعمل طول خلال موسم الاصطياف اللي عندنا شاحنة مجهزة بلوائح تحمل مجموعة من نصائح إرشاد مصالح الحماية المدنية اللي راهي تقوم بنشاطها على مستوى المخيمات الصيفية للأطفال والمخيمات العائلية. كما اليوم راهم متواجدين في هذا المخيم الكرمة، وعندها برنامج يومي تقوم ب تقديم نصائح إرشاد مصالح الحماية المدنية، وكذلك توزيع مطويات على المصطافين على مستوى الشواطئ المحروسة، وكذلك تعمل هذه القافلة على مستوى الشواطئ الغير محروسة والممنوع فيها السباحة. لذا لاحظنا هذا العام أنه مصالح الحماية المدنية سجلنا تكاثر أو وجود مصطافين بكثرة على مستوى الشواطئ المحروسة أقل من الشواطئ الماء، وهذا راجع للحملات التحسيسية التوعوية التي تقوم بها مصالح من دعم مستوى الشواطئ الممنوع فيها السباحة. بالنسبة للنصيحة اللي نقدمها للمصطافين الحماية المدنية المصطافين على مستوى الشواطئ المحروسة، هو كل الابتعاد على الشواطئ الممنوع فيها السباحة والغير محروسة من طرف رجال الحماية المدنية، وكذلك احترام الرايات الدالة لحالة البحر، وكذلك احترام نصائح إرشاد مصالح الحماية المدنية اللي راهم دائما صاهرين على سلامة المواطن وسلامة المصطاف بصفة خاصة. يا بحر غامق بالبال في رجال ولا سواق، شبات وشبان صبيات وصبيان، يا بحر غامق
السباحة في الصيف فقط وسحر البحر يدفع الكثير من محبيه إلى المغامرة والمخاطرة بحياتهم لركوب أمواجه والسباحة في أقصى نقطة يمكنهم الوصول إليها في عرض البحر، لكن البحر يد العوام كما يقول المثل الشعبي الجزائري. فمهما بلغت درجة احترافية الشخص في السباحة إلا أن البحر لا يؤتمن وهدوءه الخارجي يخبئ بركانا ثائرا في أعماقه لطالما وضع حدا لحياة الكثيرين، منهم من تهور وفيهم من غامر وخطر وآخرون خفيت عنهم عدة مخاطر. إذن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تجعلوا عنادكم وثقتكم الزائدة سببا في وفاتكم، وخير السلامة يكمن في الوقاية.